شبكك عم تشوف ايه؟ اكيد رجال حاره المهوي هاجمين علينا. روح اجمع لي رجال حارتنا على السريع. امرك عقيد. ركض. هات يا الخنجة شريف. مثل ما فهمتي لو بتطبق السما على الارض ما بتعدي برات البيت. شفت الليل امرك؟ ان شاء الله دير بالك على حالك. اقري الباب. الله يستر يا رب. الله يستر. لك وينهم؟ وين القتالين الاولاد الصغار؟ وينهم؟ لك وينهم الجبنة؟ وينهم؟ خليهم يطلعوا يواجهوا العقيدة بعرب. وين الرجال اللي عندكم بالحارة؟ ابعثوا لي اتخن واحد فيكم. نحن رجال الحارة ولا؟ جاي تساوي هون بعرب؟ جايين نملس رقابكم واحد واحد. عدل كلامك واحفظ لسانك ابو عرب احسن لك. هاي الرقبة ما بيشيلها الا اللي حطه لك. ابو عرب؟ استهدي بالله احسن لك. والله واللي اسمه الله ما بنطلع من هاي الحارة غير ما اخذ بتارو 10 رجال منكم. تار شو اللي بدك تاخده من حارتنا يا بضاي؟ تار الولد اللي قتلتوه يا جبنة. نحن ما قتلنا حدا. الفرنساوي كان لاحق واحد ثورجي وطلعت فشكة وقتلت الولد. والله حاربكم يلي قتلتوه. والحارة اللي ما بتحمي زوارة اولى حرقة هي ورجالها. لهون وبس وشكلين ما بحكي. هن كلمتين. يا اما بتطلعوا من حارتنا بكرامتكم يا اما منطالعكم محملين. هات ما بيرجع لحتى تعلم عليك وعلى حارتك. ما عاش اللي بده يعلم علي وعلى حارتي. ورجينا مراجلك لشو. يعلم عليك بس انت جبرتني. خذ رجالك واطلع من حارتي احسن ما كمل عليك. قلت له انه حاره الضبع ما دخلها بقتل ابن بنتي عربي. صهرك ابو عرب هو اللي قام بكره القومه وجن الاهل الحاره معه. ليش يروح؟ انا فهمته حاره الضبع ما دخلها. ابنه اللي مقتول مختار. حاره الضبع ما دخلها. هيك احسن ياكلوا قتله ويرجعوا مكسورين الراس من عندهم. اعذروا مختار مشان الله اعذروا. فور الدم. فور الدم واكلوا قتله. أنا جد للولد وما حركت ساكن لأني بعرف إنه حارة الضبع ما دخلها. والواجب عواض ما يقاتلوا حارة الضبع يروحوا يقاتلوا الفرنساوي. يا رب يا رب يا رب يا رب حدا يطمني على ابن عمي وأبي. يا رب تسلم يا رب. سيدي منيح اني انقضت هيك وما راح اتلى بيناتهم. لا حول ولا قوة الا بالله. بس العقيد ابو عرب مو ساكت بنوب بنوب مو ساكت وراح يفوت عليهم فوتي طالع الخمير والفطيم من حارتهم. ايه ما راح يطلع معه شيء. شلون يعني ما راح يطلع معه شيء؟ قصدي لازم يحسبها منيح المرة الجاي. وانت ليش ما رحت مع رجال ابو عرب على حارة الضباع؟ اه؟ اخي انا ما بحب الخناية، ما بحب لا اضرب حدا ولا حدا يضربني. بعدين رحت ابو عرب على حارة الضبع كلها غلط بغلط، ليش لحتى اروح معه؟ أشهد بالله أني زعلت عليك يا أبو عرب. زعلت عليك كتير يا رجال وما كنت رايد أني أرفع سلاحي بوشه. بس القتلة بيستاهلوه عقيد وبدهن أكتر من هيك. لا يا بشير لا، نحن ما بدنا نزيد الأسى أسى. الرجال مقتول ابنه والنار شاعلة بقلبه. الله يصبره على بلواه بجاه النبي. آمين يا رب. والله نحن يا أبو شهاب كمان ما حدا بيناتنا كان ناوي يجرحون ولا بدنا تصير مشاكل بيننا وبين حارة الماوي يا أخي. يلي صار فهموه غلط.
نحن ما دخلنا بقتل الولا. بس هاللي بيعتدي على حارتنا ما رح نسكت له ابدا. بدنا ندافع عن حالنا عقيد. يعني ما رح تروحوا تعزوه؟ شو رايك عم ابحاتي؟ منروح؟ والله يا صهري هو الواجب فوق الشيء. بس فوتة الجماعة علينا ما بتنبي انه مهيئين للصلح. ويمكن روحتنا على العزاء تأجج النار أكتر وأكتر. بنأجلها كم يوم أحسن. بس تهدى النفوس بحل ألف حلال. معناتها سيدنا الشيخ عبد العليم بروح نيابة عنا وبيشرح لأبو صياح وضعنا. أنا حاضر يا أخوان. ومن هلا يا أبو شهاب. بصير. يا صهري أهالي حارة الضبع ما دخلهم بقتل عربي، ليش تروح لعندهم؟ شلون ما دخلهم؟ شلون ما دخلهم يا عمي؟ شو لهم بقتلوا؟ إلهم بقتلوا، هن اللي قتلوه، أنا متأكد من هذا الشيء، ودم ابني عربي ما راح له هدر، بدي آخذ بداله 10 رجال، وأولهم عقيد حارة الضبع أبو شهاب. شلون يعني شلون؟ شلون قتلوه يا صهري؟ فهمني شلون؟ ابني ما مات من رصاص البواريك الفرنساوية. لك مين قتلوه؟ ابني متصاوب بكذا طلقة، والطلقات اللي صايبته من فرد ألماني، مو من بارودة فرنساوية. شو عم تحكي أنت يا صهري؟ مثل ما عم أقول لك، هيك قالوا لي بالمستشفى، الفرنساوي ما دخلهم بقتلوا. شلون ما دخلهم؟ يعني معقول يكون الثورجي اللي مات هو اللي قتل عربي؟ لا مو معقول الثورجي يقتل عربي، دوبه يجيب حاله قدام الدرك. ما عم بفهم عليك، فهمني. هدول رجال الضبع كانوا بدهم يساعدوا الثورجي، بس ما صابوا ولا واحد من الفرنساوية، كان الهدف ابني، ايه هن اللي قتلوه. هلا انت خارط مشتك هالحكي؟ ايه خارط مشتي، وتاري بدي اخذه مالي ساكت عليه لو بدها تروح هي الرقبة، ودم عربي بدي بداله 10 رجال من حارة الضبع، ويا دوبهم ها، يا دوبهم يروه غليلي ويشفقون لي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. قلتك حيسكت ابو عرب اخي. حتى لو ما سكت بدنا نعذره. الرجال دمه فاير. ابنه مقتول وضايع غريم. ما راح نأذيه. وبركي فات على حارتنا مرة تانية. إذا فات على حارتنا مرة تانية، ساعتها لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إذا عملها وفات على حارتنا مرة تانية، لازم ما نطالعه عايش، لا هو ولا رجعله. الضنا غالي يا أبو قاسي، يلي قتل ابنه، ابنه من لحمه ودمه يا شيخ. وهو ما يفتش على اللي قتل له ابنه؟ مرحبا أبو شهاب. هلين نوري. شبك معي، أبو جودة بده ياخذ المخفر هلأ هلأ. من شان شو؟ قال هنيك بتعرف. قلت لي. روح لاحق. اسأل الله يخليك لا تطول. أبو جودة مستعجل يشوفك. خاطرك. شو بده منك كمان هذا أبو بطيخ؟ ما حلك تعرفه يعني لأبو جودة؟ بده ديباجة بس يمسك علينا. أكيد مشان خناقتنا مع حارة الماوي. يا أبو شاب. ميت أهلي. تفضل. خير. تعرف ليش أنا جبتك لعندي لهون على المغفر يا أبو شاب؟ منشان خناقتنا مع حارة الماوي. مو منشان هيك. لكن مشان شو؟ من بعد التحقيق وتشريح جثة الولد يلي انقتل بحارتكم تبين انه ما انقتل بسلاح فرنسي. لكن شلون مات؟ انقتل بسلاح ألماني يا أبو شهاب. والداخلية قايمة قاعدة بدهم يعرفوا شلون دخل السلاح على حارتكم، ومطلوب مني تقرير كامل بعد تفتيش كل البيوت بالحارة. أو بدك تسلمني السلاح يلي بحارتك يا أبو شهاب. أنو سلاح اللي بدي سلمك يا أبو جودة؟ أنو سلاح؟ يلي نقتل فيه الولد. ومين قال لك إنه نحن عنا سلاح؟ هاي الحارة قدامك، روح فتش، ولما بتلاقي سلاح خده هو صاحبه. والمعنى؟ كلام اللي تفضلت فيه ما خرط مشتي بنوم. والسلاح اللي نقتل فيه الولد سلاح فرنساوي، ونحن بالحارة ما عنا سلاح. أنا راح فتش الحارة بيت بيت يا أبو شهاب. لا تخلي لا حرفاي ولا طرفاي ما تفتش فيها. أما شيت إنه تقلي إنه نحن اللي قتلنا الولد، هي ما راح صايرك فيها بنوب أبو جودة. بس أنا عندي تقرير يا أبو شهاب. هذا التقرير كله ديباجة فرنساوية سووا لحتى يبروا حالهم من دم الولد ويرموا العرب عربين ويخلونا نتخانق مع أهل حارته. شو معناته الحكي؟ معناته إنه هذا التقرير كله باطل بباطل.
وهي الحارة قدامك. سلام.